استبدلوا تكبيرات العيد بتكبيرات التشييع. الغزاويون يودعون شهداءهم ويتعهدون بالسير على دربهم مع استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع المحاصر. أودع أخي العزيز الغالي على قلبي، ولكن المقاومة والجهاد أغلى علينا، والقدس أغلى علينا من أنفسنا وأرواحنا وإخوتنا وكل ما نملك، فنحن نقدمها فداء لله وللدين وللوطن. صواريخ الاحتلال ردت عليها المقاومة بما امتلكته من إرادة وقوة. صاروخ عياش ضربت به مطار الرامون بمدى يصل إلى 250 كيلومترا، وطائرات مسيرة انتحارية انقضت على أهدافها كما أعلنت المقاومة. أنا أعتقد لدى المقاومة الكثير مما تخفي، والدليل على ذلك أنها تستخدم تكتيكات مختلفة عما اعتدنا عليه نحن في مشاهدتها في الجولات السابقة، ولذلك العقل الإسرائيلي العقل المنظم يعتمد على التجربة، وهو الآن يبدأ في قراءة تجارب جديدة غير معتد عليها، لذلك سلوكه حتى الآن هو مضطرب ومهتز. ويستمر عدوان الاحتلال الذي أدى إلى ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى دون أي رادع، وسط مطالبات بتحرك عربي ودولي للجم الاحتلال ودعم الشعب المحاصر. من بين الأنقاض والدمار وجرحها النازف باستمرار، تواصل غزة مقاومتها على قلة إمكاناتها، إمكانات لم يمنع الحصار ولا العدوان من تطويرها، بل إنما خفي منها هو الأعظم كما تقول المقاومة. أحمد شردان، غزة، الميادين.